خالتي غنيمة، الحجية العودة وبركة البيت، ما حد من عيالها الستة وأحفادها الأربعة يقدر يطوف زوارة الخميس، واللي يتأخر الدفع دينار عند الباب تتصدق في تالي للمحتاجين. صار لها من أول 2010 وهي تودع 5 دنانير كل شهر عن كل واحد من عيالها وأحفادها، وتجمع عندها خوش مبلغ بالحصاد. لا، وفي مرة ربحت 1000 بعد، وقاعدة تفكر إنه خوش حزة قبل عيد الأضحى إنها تجدد الحوش وتحط فيه ألعاب عشان العيال يستانسون بدل ما يجابلونها التليفون. وهم محتاجة روحة للمشاتل لأنها تبي تزرع دار مدار البيت شير ورد، وتبي تشتري قاعدة حلوة حق الزوارة. تهجون كم عندها؟